زينب، يمكن نحن خلال شغلنا وبحياتنا اليومية نتعرض لكثير من المواقف بتستفزنا. قديش بتقدري فعليا وانتي بشغلك بشكل يومي تضبطي نفسك، ما تقدري تعصبي، وبرنامجك كمان مع الناس، يعني في كثير من الناس مثلا بالشارع كمان هن بيكونوا مضغوطين، بيعبروا يمكن بطريقة غير صحيحة لإلك. أنا بحس نور إنه ضبط النفس بده طاقة أكثر من إنك تفرغيها لأنه يمكن التعصيب أو يمكن إنك تحبسي بقلبك، بده طاقة لتسيطري على حالك وتكوني كثير ردود أفعالك باردة وتستوعبي الموقف. بس هي يمكن مع الوقت والخبرة والعمر بتلاقي الواحد بيصير مسيطر على نفسه، بيقدر يضبط أعصابه أكثر، وبيقولوا لك المؤمن هو اللي بيمتلك نفسه عند الغضب. قديش اليوم ضمن الظروف الصعبة اللي نحن عم نعيشها، يمكن كثير من الناس هلا بتلاقيها معكرة، أي شيء بيعصبها، قديش فينا اليوم نضبط نفسنا، تكون ردات فعلنا تجاه أي تصرف ضمن المعقول، ما نعصب بطريقة غير اعتيادية أو تأثر على المحيط أحيانا، لأنه بحالة الغضب بنقول كلام جارح ما بنسمعه بهي الحالة. بعد فترة بتلاقينا عم نراجع نفسنا وعم نقول يا ريتنا ما قلنا هيدا الحكي أو ضايقنا حدا من العيلة. خلينا نحكي عن هيدا الموضوع، يمكن بهم كثير من الناس اللي عم تتابعونا مع الأخصائية الأسرية الاجتماعية هناء نيازي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. صباح الخير، صباحكم رواق إن شاء الله يا رب. إن شاء الله على طول. صباح الفل. يعني عم نحكي هناء عن موضوع كثير مهم، وخاصة هلا عم نشهده بالمجتمع، العالم صاير خلقه ضيق، عم تعصب او يصير في ردات فعل كثير يمكن قويه من بعض الناس ما عم يتحملوا بعض. بهي الظروف، بهي الحاله اللي نحن فيها وبهذا الوضع اللي نحن فيه، خلينا نعرف اول شيء الغضب والانفعال السريع كيف عم بيكون له اثار سلبيه، وخاصه دائما بيقولوا يمكن الغاضب هو اللي بيغضب بسرعه او بينفعل بسرعه هو احمق، قد ما هو طيب القلب بس هو احمق، يعني من يعني بيتصرف تصرفات رعناء احيانا لانه ما بيفكر كثير غير بلحظه غضب. هلا الغضب هو حالة انفعالية طبيعية صحية، ولكن أحيانا بيكون الغضب بالآثار السلبية اللي عم نحكي عليها. نحن للأسف نحن ما بنعرف إنه يعني ما الكل عنده فكرة إنه هيدي الغضب هي أحد المشاعر الأساسية عند الإنسان والطبيعية، يعني إذا حدا ما بيغضب فهو حدا مو طبيعي، تمام؟ اصلا هي حاله لحتى نحصل على حاله التوازن النفسي. لما بنمر بظروف ضاغطه، لما بنمر باساءه، لما بنمر بشيء بيشعلنا بالاحباط، اذا ما عبرنا او من انتقاص من حقوقنا، اذا ما عبرنا عن هذا الشعور بوقته، فهي للاسف في لها تبعات نفسيه، حتكون في تراكمات حتخلينا من بعد منا تطلع نوبات الغضب بالشدة الأعلى من الموقف. يعني الغضب بيكون كتير طبيعي لما بيكون بيتناسب مع الموقف ومع حتى كميا، يعني حتى كمية الغضب وطريقة الغضب، طريقة تعبيرنا عن الغضب لما بتكون مناسبة فهو صحي جدا. لكن إدارة الغضب هيدا اللي نحن لازم للأسف غايبة عنا، فنحن كرمال إنه ما بنعرف ندير غضبنا، فهيدا الغضب بنسكر عليه نحن وبنكبتها. وكثير بسمع من الأمهات يعني إنه بلعه لما بيكون الولد معصب وضايج عم يعبر عن شيء. هذا البشع يمكن اليوم. أنت ما بتعرفي شو يعني كلمة بلعه، يعني هي عم تخنقه فعليا، خصوصي إذا تم التهديد من حدا أكبر منه كمان، فهو حس إنه هيدي المشاعر لازم تتسكر. هون وين المشكلة؟ يعني في أنواع للغضب، يمكن مثل ما قلنا تراكمات نفسية بتطلع، مواقف أحيانا بيطلع ردة فعل على موقف كثير تافه، بس هو تبعيات لتراكمات سابقة. بس في نقطة أشرتي إليها كثير مهمة، هي طريقة تربية اللي سابقا كان إنه كيف بتربوا أولادكم، ابني ما بيعذبني، ابني عاقلي بيسمع الكلمة، هي التربية المثالية اللي بتبحث عنها كل أم، للأسف أحيانا بتكون فيها أخطاء كبيرة، ومنها مثل ما قلتي ما بيقدر الطفل يعبر عن غضبه عن مشاكله، ممكن يعني حتى كلمة بلعة إنه تحسي ما عم تتعاملي مع شخص كإنسان، تماما كريبوت أو تماما. هو كآلة، كبسة زر بيخليه يسكت وكبسة زر بيخليه يحكي، تمام. هلا انواع الغضب اذا بدنا نحكي عنها هي بترجع كمان للتربيه ولاليه تعبيرنا عن الالم اللي جواتنا. يعني تخيلي حدا موجوع وتقولي له لا تصرخ، نفس الشيء الغضب، في شيء مقالمه فهو عم يعبر عنه بطاقه، وهي الطاقه اذا كانت صح فهي كثير
انه بتساعد انه يكون في هيدا التوازن. فلما بنعبر عنها صح، احيانا اثناء التربيه الاطفال بيخضعوا لادوات تعبير عن غضبهم متعدده، منها البكاء مثلا، منها احيانا انه ينسحبوا عن انشطه اجتماعيه لانهم ما بيقدروا يعبروا عن غضبهم، ممنوع، بيكسروا الصوره النمطيه اللي الاهل شايفينها فيهم. احيانا شيء من الاذى، اذى جسدي او اذى مادي، صراخ، تكسير اشياء، كل هيدي الاليات اللي نحن اتبعناها تعلمناها او اجبرنا عليها اثناء طفولتنا تستمر معنا للكبر، وبنعبر من خلال عليها. لما من خلال غضبنا بنحصل على اشياء اضافيه، اليه سلوك يعني، فانا بعتمد الغضب وسيله لتحقيق غاياتي. عكس نقيض، يا هي يا اما كبت الغضب او لا، حاله من الغضب، حاله انفعاليه، انا بعبر فيها عن وجعي، بيتم الاستكانه والرضوخ من الطرف الثاني. فهون انا بعتمدها اليه لحتى افرض سيطرتي على الاخرين ونفذ اللي بدي اياه. فنحن كيف تربينا وكيف نحن تعلمنا، دماغ الانسان كثير دقيق بهيدي المواضيع، يعني كيف الاليه اللي بتريحه بتوصله للي بده اياه لذاته او للقبول من الاخرين، فبيعتمد آلية حياة معه. نعم. طب خلينا نحكي شوي، بما انه يمكن في كثير دراسات حول الغضب او الانفعالات، وخاصه انه حسب الموقف عم تقولي، امتى ممكن الشخص يرد مثلا، او يقدر يرد او يكون غاضب يعني بموقف معين، تكون الرد متوازن؟ لانه احيانا عم نشوف هنا الناس عم يتعلى صوته بحديث عادي، يعني عم يعلى صوته ويغضب وينفعلوا بحديث عادي بدون مبرر. فامتى لازم يكون في توازن بين الموقف ورد الشخص؟ هلا اول شيء نحن نشوف انه امتى الغضب بيكون بنسبه عاليه. على الاغلب بتكون انه بيكون الغضب بنسبه عاليه لما بنكون عندنا توقعنا، يعني انا لما متوقعه من حضرتك سلوك معين وباني عليه بتخيلاتي كثير من الامال، بتفاجئيني انت فيها، فانا سقف توقعاتي احبطتيها، فبتكون رده فعلي عنيفه. الحالة المزاجية كتير بتلعب دور يا جماعة، مشان هيك بتشوفوا ردات الفعل الغير متوازنة. صحيح. الحالة المزاجية إلنا تتحكم كتير بردات فعلنا. الأحداث نفسها الأحداث، أنا وياكم كل حدا في له ردة فعل مختلفة. حسب مزاجه، حسب هل هو قدران يكون بحالة رايقة أو لا، بحالة مستثارة، في احتياجات غير ملباة عند حدا منا، فبتكون ردة فعله أعلى. يعني مثل ما بيقولوا لك أحيانا القشة التي قسم ظهر البعير، يعني بتكون الأمور كتير مسكرة معه وكملت معه بهيدي القصة. فهي التوقع والحالة الانفعالية، أحيانا الحدث نفسه، يعني أحيانا الحدث يستدعي، يعني انت لما خطر بسيط، يعني مثل حدا اخذ لك ورقه، مو مثل اذا حدا زاحمك على مكانتك بالعمل، او مثل اذا حدا ضايق لك ابنك مثلا، شخص بيعني لك، فانت رده فعلك حتكون ابدا ما لا نفس الشيء. قديش اليوم يمكن في كثير من الناس عم تسمعنا وعم تقول كلياتنا مرينا بظروف قاسيه، يمكن بالحرب ما في حدا ببيت ما فعلا مر بظروف صعبه، قديش فيني انا اضبط نفسي، يعني انا اتحكم بغضبي؟ هي المشكله قديش قادر اليوم انا اتحكم بهيدا الغضب، قديش بكون حكيم. يمكن هي مع الوقت والعمر والخبره، احيانا هلا مثلا بتطلع، يعني كنا نزعل على اشياء من 5 سنين هلا ما بقى ضايقنا، كنا مثلا نعمل ردات فعل نعصب على امور هلا بنقول انه كيف كنا نعصب عليها. يعني حتى هي المرونه او الخبره او مع الوقت طريقه التعامل مثلا والاندماج مع المجتمع كمان نوعا ما بيساعد بطريقه معينه بضبط النفس بالغضب. هلا اذا مرونه بيكون كثير ممتاز هذا الحكي، اذا تعلمنا مهارات للتعبير عن غضبنا بيكون كثير منيح الحكي، ولكن بس ما تكون ترتيب اولويات انه خسرنا نحن من قبل كثير شغلات، فهلا عم نحاول نكون اهدى كرمال نكون اقل خسائر، فهذا كمان ضاغط على فكره، مشان هيك بتطلع احيانا انه بوقت غير مناسب ردات الفعل. هلا لحتى نكون نحن ردات فعلنا صحيحه، اول شيء بدي اعترف انه الغضب هو صديق لنا، هو اليه تفريغيه كثير منيحه لصحتنا، هي نقطه. النقطه الثانيه انه مو المشكله بالغضب، المشكله انا كيف بعبر عن الغضب. اهم نقطه اني انا اكون واعيه، اني انا حسيت حالي بلشت اعصب،
يعني انه عرفتي كيف لما بتكون المشكله بلشت، فانت استشعارك واستبصارك انه بلش في شيء جواتك داخلك، هل هي طرقات قلبك، نفسك صار سريع، اطرافك صارت مبوظه شوي تماما، حسيتي بحاله انفعاليه، حتى بعدك عن التوازن، بمجرد ما انت تقراي حالك انه انت انا بلشت اتوتر، انا بلشت احس بالغضب، احيانا تحسي هل هو توتر، هل هو غضب او وراه خوف، هي نحن بنسميها الاليات النفسيه معه. تماما لما انا بحدد خلفيه الغضب، يعني مثل انت عرفتي الشعله السبب لهذا الغضب، يعني مثل انت شميتي ريحه حرق، فانت بدك تعرفي هل هو كهرباء او هو غاز لحتى تقدمي الاستجابه الصحيحه. فهمتي علي كيف؟ فانا اني حدد شو وراء شعور الغضب اللي انا بلشت احس فيه، هيدي كثير مهمه، هي تسميه المشاعر، تحديد مصدرها. احيانا كثير من مشاعر الغضب في وراها خوف، اغلب مشاعر الخوف هي تفكير وموجودة براسنا ولكن ليست حقيقية، يعني ما لها بالنسبة والشدة اللي هي على الواقع. فأنا بمجرد ما أعرف أنا غضبانة لأني خايفة، مثلا خلينا نقول مثلا على مكان العمل أنه أنا حاسة بالتهديد من حدا، بس لشوفه أنا بكون بلشت أعصب وبلش يطلع خلقي ويعلى صوتي، بمجرد ما أعرف أني أنا يمكن خايفة من تهديده أنه تأخذ مكاني بالعمل، طيب بحسبها خوفي، هل المقومات هي قادرة تكون، هل أنا في تقصير بحيث يكون في مستمسكات على إخراجي من العمل، هيدي كلها آليات تفكير نحن عم نشتغل فيها وممكن تكون سريعة. فبحس إنه لا، مخاوفي مبالغ فيها، مجرد ما أحس إنه مخاوفي مبالغ فيها فشي جواتي بيهدى تمام، فبحس اني انا قادره اسيطر. مثل انا بشبهها العداد تبع السياره، لما بتشوفي السرعه لوين وصلت فبتعملي استجابه انك تهدي شوي، فبتقللي من المخاطر تمام. قراءة المشاعر احيانا حكيتيها حضرتك بالمقدمه انه نكون اهدى ابطأ، يعني كيف بدنا نكون اهدى وابطأ وقت الموقف لا يستدعي الصوت العالي؟ مثلا احيانا فينا نعلي صوتنا بمكان، بس في مكان ما فينا نعلي صحيح. صوتنا في مواقف مع اشخاص ما فينا، خسائرنا بتكون اكبر بكثير تمام. فانا كيف بدي اضبط حالي بهيدي المرحله؟ هي تشتيت الانتباه، يعني انا ببطل ركز على الفكره المزعجه اللي ضايقتني، بشتت انتباهي باي شيء احنا بنسميها تمارين اليقظه الذهنيه. يعني بمعنى مثلا بلشت احس حالي اني انا توترت، بلش مثلا بتطلع بعد الشجر، بعد عدد الاشياء اللي لونها ازرق مثلا، فانا هون شتتت انتباهي عن الموضوع نفسه أساس. ودماغك كثير مستجيب، يعني دماغك بس اعطيه اول الفكره وبيمشي فيها، ان كان غضب. هلا احيانا بيقولوا لي لا ما بنقدر نحن، نحن خلي التجربه هي اللي تعلمنا، هي مهارات، يعني مثل اي مهاره بنتعلمها بحاجه لتدريب مبدئيا. ثاني شغله لما بنكون نحن تشتيت الانتباه، تحديد مصدر ال الغضب وتسمية المشاعر، في عنا التنفس الاسترخائي، يعني أنا اللي كتير بحكي فيه لأنه هو فعلا بحافظ على الحالة الانفعالية داخلنا. يعني بجوز نحن منتلبك قبل إلقاء كلمة، منتوتر، منخاف، منغضب أثناء الفحص، يعني كل هيدي لما بناخد نحن التنفس فنحن حافظنا على الهدوء الانفعالي جواتنا. معناتها تشتيت الانتباه، تحديد المشاعر، التنفس كتير بيساعدنا لنحافظ على هدوءنا. ما نعمم الفكرة أو نسترجع كتير مواقف مؤلمة حصلت معنا بتشبهها، فبيكون الانفجار هي كتير شاطرين فيها. هي آلية تفكير ونمط نحن بنعتمده، فهدول الأدوات إذا تدربنا عليهم نحن شوي بنحافظ على هدوءنا. هلا حضرتك سألتيني سؤال إنه كيف أنا أقدر أعبر عن ذاتي وعن مشاعري بطريقة أهدى؟ أول فكرة إني أنا أعترف إنه هيدي المشاعر، خصوصي إذا حدا استفزنا يعني من برا، هلا في غضب داخلي وفي غضب عم يتم إسقاطه علينا، يعني فهيدا الغضب اللي من الخارج كمان نحن أحيانا منتناغم معه ومن كمان نعتبره آلية لنفرغ اللي جواتنا. فالشخص الغاضب أكثر شيء ناطر منك إنك أنت تحسي إنه هو غاضب، إنه هو معصب، بكفي إنه نحن نقول له إنه حاسس او حاسه انا انه عن
في حاله من الانزعاج انت عم يعني عم تحس فيها، فمجرد ما انت اعترفتي بمشاعره انت خففتي نسبه الغضب. ما هو عم يعيط ويصرخ ويعمل لحتى يأرجيكي انه هو قديش كم الوجع اللي جواته. ثاني شيء ما نفوت بقصص يعني ما اطرح عليه اسئله بهيدي الفتره، لانه غياب الوعي لما بيكون الغضب مشتد ونسبته عاليه للاسف فعلا بيكون في غياب للعقل الحكيم. نحن بنسميه عقلنا موجود وشغال معنا عم يعطينا تجارب وخبرات مؤلمه واليات لنفرغ، ولكن عقلنا الحكيم بيكون مغيب. فكرمال هيك بيقولوا لك لا تبني يعني لا تحكمي او تعطي وعود، لا انت وفرحانه ولا انت غاضبه. ليه؟ لانه عقلك الحكيم ما بيكون عاطيكي المنطق والحكمه اللي بتناسبك. فللاسف بنكون نحن احكامنا على الاخرين قاسيه، قراراتنا صعبه، من بعد منا بيكون من ندم. فانا لا بساله ولا بجاوبه. نعم. اثنين، لا سؤال ولا جواب. إذا طرح الأسئلة وشد علينا معلش بس نكون أهدى وأروى نقدر نحكي مع بعض ونتفاهم برواء أكثر. الاعتراف بمشاعره، عدم الخوض بنقط أساسية وعدم التعميم، يعني أنا ما بفوت على التفاصيل وما بكون لما بكل هيدا الكلام اللي أنا عم أحكي بدي حافظ على هدوئي واتزاني الداخلي لحتى المشكلة تكون أقل ضررا، يعني أقل ضررا. هي النقطة اللي هناء خلينا نحكي شوي، بما أنه ذكرتي أنه كمان الطفل من الصغر ممكن يأثر على شخصيته ويكون شخصيته يا أما يكون منفعل انفعالي جدا بحياته أو غاضب جدا بحياته، مثل ما بيقولوا عصبي بين قوسين. كيف فينا ندرب الولد الصغير حتى يضبط نفسه؟ لأنه هي كتير مهمة لتشكيل الشخصية. طبعاً طبعاً، حتى يعني هي بتسهل مهام التربية للأم، وحتى مثل ما تفضلتي بتحافظ على شخصيته للطفل لبعدين. بس يمكن عن المشكلة عم يعني نشوف الأهل هلأ اللي هن بيستفزوا أكثر من أطفالهم، يعني كمية الغضب اللي تقع على الطفل هي المشكلة غير التعبير. يعني عم يعني نشوف يمكن بسبب الضغوطات النفسية والاقتصادية دائما التفريغ عم يكون على الأطفال، يعني دائما بتلاقي الأهل عم يكون مثلا أحيانا بتتفاجئي بتكون يمكن مرأة الطريق بتلاقي أم عم تعصب على ما عاد في هي الأسس الضوابط حتى عند الأهل. صح. مش فقط عند الأطفال. صح. هلا في أنماط بالشخصية، هي الشخصية اللي عندها ردة الفعل الانفعالية عندها عالية وبنشوفها عند الأطفال وعند الكبار، ولكن طريقة تعاطينا مع هيدي السمة بالشخصية كثير بتلعب دور، يا أما تخليها أوفر أو بتخليها ضمن الحدود الطبيعية. تمام. ردة فعل الأهل وعدم استجابتهم لمشاعر أطفالهم للأسف كثير بتعمل كبت وبتعمل من بعد منها نوبات غضب غير مكبوتة. عدم قدرة الأهل على ضبط نفسهم، طبعا أنا لما بكون مضغوطة وتعبانة ومالي رايقة فطبيعي ما أقدر أتحمل الطرف الثاني، لكن حتى هيدي الآلية إني أنا أعبر لأولادي إنه أنا بهيدي الفترة أنا كتير تعبانة فرجاء بدي فترة لأرتاح لحتى أرجع وكلياتنا منمر فيها، مو بس أي يعني كلياتنا منمر بهيدي الظروف الضاغطة، ولكن آلية تعاطينا معها وإنه نحن نفهم إنه نحن طاقتنا النفسية والانفعالية فللت، فأنا كيف بدي فرغ. تمام. ممكن زيارة لطيفة مع أصدقاء داعمين، ننتبه كثير على علاقاتنا الاجتماعية بهيدي الفترة، أشخاص لطيفين، أشخاص بنقدر نكون معهم على سجيتنا وعلى حقيقتنا بذواتنا الحقيقية، ما فيها تكلف، لأنه بهيدي الفترة للأسف في عنا كثير من التكلف، والتكلف كمان بيعمل شيء ضاغط نفسي. فكيف انا اشرح لاطفالي اني انا لما بكون مضغوطه شو الاليات اللي بعتمدها؟ صح. على قلبك. يعني اكيد نور الطفل كمان بيتاثر بمحيطه مثل ما قالت هناء، وبياخذ من الاهل ومن المجتمع كمان حسب تربيه الاهل بيتاثر هن بشخصيتهم ايضا. كيف بعلمهم اليه التعامل مع الغضب؟ هي اخذ النفس، تحديد المشاعر. لازم الام تدربه للطفل هاي القصه. اذا بتدربه كثير منيح، ولكن اذا بتارجيه وبتتدرب معه بيكون الوضع كثير ممتاز. نعم. كثير ممتاز. كثير من اولادنا بنحاول نحن نعطيهم المعلومات
ولكن المعلومات لما بتكون هيك نظريه ما لها اي قيمه، بس لما بقلت اهله بس لما بارجيهم اياها بطريقه عمليه وبارجيهم اثر الهدوء النفسي والاستقرار. يعني هلا مثلا انا كثير بشتغل مع الامهات، مين اكثر حدا بيقيم الامهات على هدوءهم ورواءهم؟ اطفالهم. انه ماما انت صايره اروى، شو صاير؟ فهو حاسس الطفل تماما، حاسس بالاليه اللي هي بلشت تتغير معه. نعم صح. على هنا هنا يعني اخذنا هيك مثل لمحه عامه عن الغضب، كيف الانسان فيه يكون متوازن برده فعله قدر الامكان، خلينا نقول او يستوعب او يتدارك يمكن الاغلاط. هي مهاره، مهاره كل ما تدربنا فيها كل ما كنا اكثر قادرين على التعامل معها. نعم. تمام. كل ما اغفلناها للاسف كان فيها فشل في عنا. اكيد هنا بدنا نشكرك كثير على كل المعلومات، وان شاء الله ما بنشوف حدا متضايق ومزعور هيك. رح نشوف بس بطريقه صح. بطريقه صح، لانه خير الامور اوسطها. بس ما بدنا النوبات اللي كثيره اللي بتجي على نوبات غضب، فهي كثير صعبه على الاشخاص وعلى المحيط. احنا بنتشكرك كثير. شكرا لكم. شكرا لك هناء على وجودك معنا، الاخصائيه الاسريه هناء نيازي، وكان موضوع مهم يمكن بتمنى كل الاهل يكونوا استفادوا منه وتابعونا. شكرا كثير لك. شكرا لكم، يعطيكم الف عافيه.